يعني بين العرض الموسيقي اللوحات التشكيليه بين الاضاءه والبروجكشن الغير شكل، هيك بتتنوع حفلات دكتور جمال ابو الحسن. اهلا وسهلا فيك. يلي كنا عم نشوف ان مشاهد من مهرجان سور السنه الماضيه، ايه مثل هالايام وتقريبا الامسيه اكيد بتتغير شوي بس بتاخذ نفس الطابع بحفلاتك كلها، ومؤخرا باليوبي بالجاردن برا بالجرين اوفل كان اخر عمل من اخر عمل ضمن برنامج ذكي نصيف الموسيقي، كان بالتعاون مع الكونسرفاتوار والاوركسترا الشرق عربي. هي كانت اول تجربه بالنسبه لي مع الاوركسترا الشرقي ومع المايسترو اونري الحاج، وكمان كانوا كورال فيحاء. مزبوط. كيف كانت هالخلطه؟ انا بالنسبه لي كانت حلوه هيك لذيذه، انه بالنسبه لي كان هيك عم ننبسط كلنا سوا، عم نعزف، الموسيقيين مبسوطين كثير، وانا مبسوط لانه الشرقي في احساس اكثر بكثير. انت بتنحاز كثير للشرقي رغم تنوعك بال، انا كنت بالاول كله سيمفونيك وشوي دراماتيك ميوزك او الكترونيك بحت يعني، فهالمره كان لها طابع حلو. طبعا استعملنا الكترونيكس مع الشرقي وفيجوال ارتس فكانت ممتعه، كل كانوا مبسوطين، وعملناها بالجرين اوفل كمان كصرح اكاديمي بالجامعه الامريكيه. الحضور كان من كل الفئات يعني طلاب شباب كبار، كان في كمان كونفنشن للايوبي الومناي كنزين من كل العالم الايوبي. اطلالاتك يعني تنقول بلبنان هي قليله، بس انت كثير يعني بتاخذ وقتك وبتدرس كل حفله يمكن وبتعطيها حقها. المشروع يعني مثل هيدا عمل مهرجانات صور سنه اخذ معي تحضير يعني، وسنه ثانيه لهيدي الامسيه بالايوبي شو 4 أشهر تقريبا، لانه استعملت بعض الماتيريالز اللي كانت بالاول. العمل بياخذ كثير وقت، اول شيء بده واحد يالف موسيقى، بده يكتب ويوزع، يعني مش بس عم بعمل الموسيقى تبعي، كمان عم باخذ موسيقى فولكلور او موسيقى كلاسيكيه عربيه وبعمل إعادة توزيع لإلها، كتير بتاخذ هيك وقت وتقنية. بعدين في الفيجوال أرتس والأنيميشن والجرافيكس، يعني منحس أنت عم بتعدهم إنه 4 أشهر عملت إنجاز ب4 أشهر، إذا حضرتوا الحفلة ب4 أشهر يعني إنجاز. عملنا بروفات على مدة شهر كامل، يعني كانت كتير هيك إنتنسيف مكثفة. خلينا نشوف هلا بعض المشاهد أكثر. لما تقول الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية مع الكونسرفاتوار الوطني وكورال الفيحاء وموسيقتك أنت، كيف بتصير قيادة الحفلة؟ لمين؟ أول شيء أنا بحط البروجرام أو الفكرة الأساسية، بعدين بتناقش أنا والمايسترو أونري الحاج بالترتيب البرنامج وحتى بالتوزيع للأوركسترا الشرقية، لأنه الأوركسترا الشرقية إلى طابع خاص والآلات الموجودة كلها. وطبعا الإلكترونيكس مننسق أول شيء البرنامج كيف بده يكون، كيف بده يكونوا البروفات، بعدين بس نخلص الموسيقى بتيجي دور الكورال كمان بيعمل تدريبات لواحدة وآخر شيء بيجوا معنا. كنا عم نحكي قبل شوي انه لهم بالعاده يغنوا اكابيلا، بس هالمره غنوا معكم. غنوا مع معي انا حتى بصور كمان غنوا مع الاوركسترا السيمفوني كانت وفيها هيك ضخامه، فيها عظمه، كان تجربه حلوه كثير كانت. يعني بس نقول كمان جمال ابو الحسن، بنعرف انه انت كنت من الاشخاص عن جد الرواد اللي كنت تقدم عرض موسيقي بصري ولازلت مكفى بهيدا الشيء. هذا يعني من اول ما رجعت من امريكا، انا اول عرض قدمته بامريكا ايمتى؟ بالناينتيز، يعني عم نحكي 91. وكملت في كثير بحب
هالتقنية وجامع هي جامع وسائل التعبير كلها سوا يعني يعني على المسرح بتشوفي رقص تعبيري، بتشوفي لوحات انيميشن، بتشوفي شعر، بالإضافة لطبعا الموسيقى اللي هي أساسي. الموسيقى هي بتحرك كل المشهديات صح. أصلا بصير في تنسيق بين نغم الموسيقي اللي عم بيقطع وكيف عم تقطع الصورة أو اللي أنا عملته بالأساس هي النوتة يعني حسب الضغط هي اللي بتعطي اللون والحركة على على السكرين. دكتور كل حفلة بتألف لها موسيقتها أو في موسيقى بتنعاد بالحفلات؟ بألف شو 30-40% كل جديد. فكان 30-40 معزوفة؟ لا 30-40% كان في شو 20 معزوفة بهاي الأيوبية جداد؟ كتار مش كله جداد، لا كان في 7 جداد. هلا بالفترة المقبلة رح بكون عندك حفلات بأبو ظبي وبعمان. عم بحضر لعمل هيك تور بالخليج. وهون بدي ارتاح شوي، اخذ شوي. اي عمل هيدا يلي قدمته بالايوبي رح يبرم؟ لا لا كمان جديد، شيء جديد رح بيكون. له طابع شوي من ناحية عالمي اساس مع الاوركسترا السيمفوني وبنفس الوقت النيو ايج الميوزك الالكترونيك، بس طبعا بدنا نحافظ كمان على التراث الخليجي بتوزيع جديد كمان مثل ما اخذت التراث اللبناني وعملت له توزيع اوركسترالي سيمفوني، راح اشتغل على الناحيه الايقاعات الخليجيه والالحان المميزه. قد ايه بيأسرك او يعطيك حافز المطرح او المناسبه يعني هلا مثلا؟ مهم جدا، اهم يعني هو بيفرض مكانته مثلا لما بمهرجانات سور، ليش انا هيك بعتبره يعني اهم عمل لحد اسا قدمته بلبنان، الملعب الروماني موقع رائع جدا. وبعدين منفوت بالتاريخ يعني ايه يعني بتستوحي من التاريخ ومن الحضارات اللي قطعت على هالموقع. فمن بالموسيقى وبالمشهديات وبالشعر كان هيك رحله باين من الماضي لا مرورا بالحاضر الى الفيوتشر. في عندنا مشاهد من سور، خلينا نشوفهم نعرف اكثر عن شو عم تحكي كيف صار التحديث. كونوا ما يقارب ال100 شخص على خشبة المسرح. الكورال لوحدهم كانوا 80 والاوركسترا 60 اكثر يعني 100 وشوي كان. طبعا بالاضافه للتقنيين وكان في اكيب منيحه بيشتغل. وبمهرجان سور سمعنا اغاني للعمالقه يعني كان زكي ناصر. هو اول جزء انا عملته عن سور تاريخي كان كله اوريجينال تاليفي، وبعدين عملنا تحيه سيمفوني لكبار الموسيقى والغناء في لبنان. قد ايه ممتع انه نكون عم نسمع او انت حتى عم تشتغل اغاني لزكي نصيف وديع الصافي؟ هودي لان تربينا عليهم، هودي بذكرونا بلبنان بطبيعه لبنان، لبنان الحلو يعني اللي بنحبه. فحلو كتير انه نشتغل عليهم ونسمع العالم كمان انه خليها تضل مستمر الحانهم واغانيهم
ونحس انه كانه واجب اذا خليها تكمل الموسيقى لانه مهم كثير وفيها عناصر جماليه رائعه. عم تحضر هلا مهرجانات؟ عم تحضر حفلات موسيقيه؟ مش كثير بس اكيد لانه هاي السنه في كثير يعني ناوي احضر اكيد. اليوم زياد ببيت الدين هيدا رهيب، لازم نحضر بس مش محلات ليه ولو انت بس طلوب مين مسؤولين مهرجانات بيت الدين عم تسمع اليوم او بكره؟ في ليلتين في اليوم وبكره. ايه يمكن بكره، وبعدين في كمان السنه عاملين بمهرجانات صور بقلعه شقيق، شيء حلو كثير. صح. ولا ناوي احضر كم عمل السنه واهدن سيني سيني اوركستر. السيني كونسير كان ببعدك يعني حفلات كثيرة وحلو نشوف اكيد هالفنانين اللبنانية هيك دايما عم بيقدموا اعمال مميزة. وبتعرف المميز دكتور جمال ابو الحسن انه كل حدا منكم عن جد عنده خط معين، هوية معينة، بمجرد ما نسمع بنعرف يمكن هالموسيقى بتحمل توقيع مين. اكزاكتلي، في تنوع رهيب. بس هل المشكلة شوي انه الانتشار شوي بطيء يعني في شوي مطبط بس عم تقدروا تقدموا يعني كل شيء. عمل طيب اذا بدك سنه لتقدم عمل يعني كل سنه مره، طيب ما انتم كمان عاجلوا هو شوي. مفروض انه اوكي عملنا عمل اوكي هيدا يعمل تور يبرو يعني لمده سنه ثانيه جاست تور نفس البرنامج هيك لازم هيك عم بيصير في شويه تقصير بالمانجمنت اكثر شيء. نحن بنتمنى لك التوفيق دكتور، اهلا وسهلا فيك. شكرا. متعه دائما اللقاء معك والحديث عن الموسيقى. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شكرا. نحن مع دكتور جمال ابو الحسن بنكون عم نوصل لختام الحلقه والختام رياضي، بنشوفكم بكره. باي. لم يتردد جمل اسمه ماريا في اختيار منتخب كرواتيا ليفوز بنصف نهائي كأس العالم أمام إنجلترا والذي أقيم على ملعب لوزينكي في موسكو. تعيش ماريا في حديقة حيوان في عاصمة طاجيكستان دوشنبة على بعد حوالي 3000 كيلومتر من موسكو. أظهر مقطع فيديو للمجموعة بلاس الإبل يفرح ويمضغ الجزر بعد ما أعطت لها الأفضلية لوعاء كتب عليه كرواتيا. كانت ماريا قد توقعت بشكل صحيح فوز روسيا على السعودية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وكانت على حق في وضع ثقتها في فرنسا عندما تغلبت على أوروغواي في ربع النهائي. صحيح أنه لبنان غير مشارك في المونديال، إلا أنه من يزور لبنان خلال الشهر الحالي يجد بأنه هو أكثر من مشارك. هناك تتوزع المقاهي، والأهم من هذا التوزع الجغرافي للمقاهي هو التوزع الديموغرافي المونديالي، حيث تجد اللبنانيين منقسمين إلى معسكرات الفرق المشاركة في هذا العرس الكروي الكبير. بحضر فوتبول، بحب الفوتبول، بلشت اتابع المونديال بال 94، ما فات ولا ماتش بالمونديال وهلا عم بشجع فريق بلجيكا. المونديال هيدا انا برايي من ون اوف ذا بيست يعني سو فار. اوكي، مبدئيا عندنا اربع فرق هلا مفضلين، اوكي اثنين ربحنا مره واثنين مش ربحنا لسه، ففي امل يعني انه يطلع مفاجاه بالاخر. ما في شك انه بيعمل كثير سوشيالايزنج لانه بيجتمعوا كلهم للحماس تبعه وبيحضروه يعني ان جروبس تيكون فيه اكثر حماس. نحن بنيجي هون على محلات نتجمع مع بعض كمان نفرجي انه نحن فانز لفرنسا مهمين وبنحب فرنسا وان شاء الله تربح فرنسا. لبناني برازيلي واخر الماني والثاني فرنسي واخر كرواتي، بس الاهم بالنهايه انه كلهم رح ينبسطوا ويفرحوا للي رح يرفع الكاس. الرئيس لجنة تنسيق اللجنة الأولمبية الدولية لألعاب طوكيو 2020 جون كوتس أنه اليابان تحرز تقدم كبير نحو الألعاب الأولمبية الصيفية. وشكلت زيارة كوتس إلى طوكيو الجولة السادسة للجنة عمليات التفتيش، حيث زاروا الملاعب بما في ذلك الاستاد الوطني وموقع حديقة الفروسية وموساتشينيو فورست سبورت بلازا لتنس الريشي والمبارزة ومرافق سي فورست، حيث من المقرر أن يستغرق التجديف بزوارق مكانون. وصرح للصحفيين بأنه أعجب بالمواقع وأعرب عن سعادته الاستئناف إعادة بناء باجي كوين موقع حديقة الفروسية الذي استضاف أحداث الفروسية في طوكيو عام 1964. وأجت الزيارة الأخيرة اللي أقام فيها كوتس خلال استعراض المشروع بعد فرار صدر في ديسمبر كانون الأول تحديث الميزانية للمشروع للألعاب والتي تنطوي على تخفيض في تكاليف 104 مليار دولار.